ملكة جمال مصر خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي أمام الكاميرا. تعرف على علاقة خالد يوسف بأزمة أنف حورية فرغلية. حورية فرغلي بعد تصدرها محرك البحث على جوجل القصة الكاملة لمرضها، ظهرت عارية تماما مشهد ندمت حورية فرغلي على تقديمه. حورية فرغلي فنانة لم تشتهر بأعمالها بل بأزماتها. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل ان نبدأ لا تنسوا ان تدعمونا بلايك اسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو الى 9000 لايك. لو متعاطف مع حورية فرغلي ما تنساش تضغط لايك اسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع حورية فرغلي. ولا تنسوا ان تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد اولا باول. ملكة جمال مصر خالد يوسف أجبرني على خلع ملابسي أمام الكاميرا. البداية انطلقت من أحداث الفيلم، حيث يوجد أحد المشاهد التي تخلع فيها حورية فرغلي ملابسها أمام الكاميرا أثناء جلوسها على جهاز كمبيوتر، لكن الفنانة قالت إنها تعرضت للظلم بسبب هذا المشهد، موضحة خالد يوسف ظلمني جدا في هذا الفيلم، خاصة أن مشهد الإغراء الذي جسدته بالعمل لم يكن موجودا في السيناريو وأصر على تصويره، وظلمت بسبب هذا المشهد على المستوى الفني والإنساني، وقررت من بعدها عدم تقديم مثل هذه المشاهد مرة أخرى، وأنني لن أقوم بخلع ملابسي بهذا الشكل. الفنانة دخلت إلى عالم الفن عبر المخرج خالد يوسف، لكنها ندمت على مشاركتها في أحد أفلامها بسبب مشهد جريء أجبرها المخرج خالد يوسف على خلع ملابسها أثناء تصويره، وعقب مشاهدة خطيبها له تركها. إنها الفنانة الشهيرة حورية فرغلية التي حصلت على لقب ملكة جمال مصر في عام 2002، لكنها تنازلت عنه بعد 4 شهور فقط في سابقة من نوعها لوصيفتها نور السمرية بعد الشائعات التي لاحقتها وهجوم الصحافة الكثيف. وتعود بداية معرفة حورية فرغلية بالمخرج خالد يوسف كانت من خلال صديقها المخرج الكبير يوسف شاهين، وبدأت التعاون مع خالد يوسف في فيلم كلمني شكرا عام 2010 مع الفنانة غادة عبد الرازق والفنان الكبير عمرو عبد الجليل، الذي تدور أحداثه حول إبراهيم توشكا الذي يعيش وهم النجومية ويحلم بالتمثيل رغم انعدام موهبته. وعندما تبددت أحلامه يبدو في التحايل على واقعه بالفهلوة التي تصل أحيانا للنصب والاحتيال، فيشتري خطوط محمولة ويبيع المكالمات للناس دون تسديد الفواتير، ثم ينشئ شبكة غير شرعية للقنوات الفضائية فيقع في المشكلة تلو الأخرى. وكشفت حورية فرغلية أنها كانت قليلة الخبرة، وحينما عرض خالد يوسف المشهد وجدت أنه مقنع أن تقوم فتاة بخلع ملابسها لإغراء الشباب من خلال الإنترنت، لكن كما قلت أنني ظلمت كثيرا بسببه فيما بعد، مشيرة إلى أن خطيبها تركها بعد مشاهدة هذا المشهد الجريء، وقالت: فوجئت بخطيبي يعيد دبلة الخطوبة ومشي عشان مشهد الكمبيوتر وما كانش لسه شاف المشهد وباعني بمنتهى السهولة دون توضيح، موضحة أنها شعرت بالحزن الشديد حيال هذا الموقف لكون أن خطيبها باع بسهولة دون مناقشة. والفنانة حورية فرغلية شاركت في عام 2011 في مسلسل الشوارع الخلفية مع الفنانة ليلى علوية وجمال سليمان ومن إخراج جمال عبد الحكيم، كما شاركت في مسلسل دوران شبرا مع هيثم أحمد زكية ودلال عبد العزيز ومن إخراج خالد الحجارة، كما شاركت في فيلم كف القمر مع الفنان خالد صالح ومن إخراج خالد يوسف، وفي فيلم ردة فعل مع محمود عبد المغنية وعمرو يوسف ومن إخراج حسام الجوهرية. ويعد فيلم كلمني شكرا من الأفلام الكوميدية المميزة في مسيرة الفنان عمرو عبد الجليل، ويستعين الكثيرون بنكاته في المواقف المختلفة حتى الآن. والفيلم ضم عددا كبيرا من النجوم إلى جانب عمرو عبد الجليل مثل غادة عبد الرازق وحورية فرغلية وشوكار وماجد المصرية وصبر فواز وغيرهما، على الرغم من أن الفيلم حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه عام 2010. حورية فرغلي تكشف لليوم السابع حقيقة صورها المتداولة بعد إجراء عملية جراحية. كشفت النجمة حورية فرغلي عن حقيقة الصور المتداولة لها، واعتقد البعض أنها بعد إجرائها إحدى العمليات في أمريكا، قائلة في تصريحات خاصة لليوم السابع إن الصورة المتداولة قديمة من حوالي 6 سنوات منذ أول عملية أجرتها والتي كانت سببا في العمليات التي تلتها، مؤكدة أن حالتها حاليا مستقرة وأحسن
الآن بكثير. وأضافت في تصريحاتها: الصورة كانت على صفحة فيسبوك عندها، ولكن أحد الأشخاص قام بتهكير الحساب الخاص بها وليس لديها أي صفحات حاليا. وتداول خلال الساعات الماضية مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة للنجمة حورية فرغلي تفيد بأنه شكل وجهها بعد إجرائها إحدى العمليات في أمريكا والتي نفته لنا حورية. وقالت حورية في رسالة صوتية اختصت بها: اليوم السابع مؤخرا، مصر الحبيبة، جمهور الحبيب، صحابي، أهلي وكل الناس، وحشتوني وحشتوني. أنا بكلمكم من شيكاغو بعد عملية عملتها يوم 8 فبراير الماضي، استغرقت 10 ساعات كاملة، تألمت فيها كثيرا، وبدعواتكم ودعوات أمي قدرت أتغلب على الألم، وبعمل اللي الدكتور قال لي عليه جلسات الأكسجين علشان يحضرني للعملية الثانية. رانيا محمود ياسين تكشف تطورات خطيرة في الحالة الصحية لحورية فرغلي. أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين أن حورية فرغلي تواصل حاليا إجراء عدد من العمليات الجراحية مع خبراء في أمريكا متخصصين في جراحات الأنف. وشددت رانيا على أن كل الصور المنشورة على صفحات التواصل الاجتماعي لحورية فرغلي قديمة وليس لها أي علاقة بالشكل الحالي لحورية. ونشرت رانيا صورة لحورية عبر حسابها الشخصي على موقع انستغرام، علقت عليها: على فكرة الصورة المتداولة على بعض الصفحات لحورية فرغلي على أنها بعد العملية دي صورة قديمة، وحاليا حورية حتجري عملية يوم الأربعاء، دي العملية الثالثة وبعدها عملية كمان، وإن شاء الله ترجع بألف سلامة، ودي رسالة أمنتني أبلغها لأنه حسبها على السوشيال ميديا اتعمل له هاكر من فترة. تحياتي للجميع والدعاء لها بالشفاء العاجل. موضوعة على جهاز الأكسجين: تطورات الحالة الصحية للفنانة حورية فرغلي. انتهت الفنانة المصرية حورية فرغلي مؤخرا من إجراء العملية الجراحية الثانية في الأنف منذ عدة أيام، وتتمتع فرغلي بصحة جيدة بعد أن انتهت من العملية الجراحية، ولكنها فقط موضوعة على جهاز الأكسجين لتتمكن من التنفس بسلاسة. وأجرت الفنانة حورية فرغلي إلى الآن عمليتين جراحيتين، ومن المنتظر أن تجري عملية جراحية ثالثة. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: ما هو سبب قبول حورية فرغلي بشروط خالد يوسف؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.